حادثة دهس غير مقصودة تصدرت كل عناوين الترابط والأخوة واللحمة الوطنية ما بين العشائر العراقية، والقصة تبدأ هنا من مجلس العزاء في قضاء غماس أحد أقضية محافظة الديوانية. حزن والفاجعة ومجلس عزائهم حضرته عشائر مختلفة لتعزي بوفاة الشاب عبيد العبيدي الذي وافته المنية أثر حادث دهس غير مقصود من قبل شاب ديواني أثناء قيادته لعجلة في واجب لوحدته العسكرية في الرمادي. دخلت منطقة هيت، دخلت للمحطة فوق بنزين وطلعت وياي مقدم ضابط استخبارات اللواء عمليات جزيرة وياي حماية اثنين، فجينا من السير لغين طريقنا إلى بغداد متوجهين. من دخلنا هيت طلعت ستوت اجت بالشارع اجى يمشي، اول ما نزل على الترابي صرت مسافه عنا متر ونص، من صرت مسافه متر ونص راسا عبر يريد ينزل، فصارت مفاجئ راسا البريك بي، وقفنا وجت الدوريات وجت المرور وجت المخطط، شلناهم اسعفناهم الى المستشفى، ضابط استخبارات اخذهم مقدم ضرغام نادي بدير ووديناهم للمستشفى اسعفناهم، واحد وصل للمستشفى توفى الله يرحمه والثاني بقى ما بشيء. مجلس العزاء كان أقل ما يمكن أن يقدمه أهالي الشاب عباس لعشيرة الفقيد إكراما لموقفهم الذي دلل على أصالة وعمق الترابط بين العشائر العراقية، حيث يظهر فيديو تناقلته مواقع التواصل عن تنازل أهل المتوفي عن حقهم وعدم دفنهم له حتى يتم إخراج عباس من موقفيته. احنا ما لنا حق، هم ان شاء الله ما يطلع، احنا ندفن الا يطلع الولد ويانا. قدر الله ما شاء الله عباس، يقولون ما نطلع ولا نطلع عباس، بس اكو شغله ثانيه. ان شاء الله ولد ان شاء الله، ان شاء الله طلع قدر الشيء. يا انت من جهدنا احنا الميت وليه وخطيه انت. شيوخ العشائر في الديوانية أكدوا أنه ليس بالغريب أن يكون موقف الكرم والتسامح تجاه أي أمر حتى وإن كان مؤلماً، وهذا بحد ذاته يؤكد أن العراق شعباً لا يعرف تفرقة ولا طائفية، وهذه العناوين زرعتها أيادي من أراد الخراب للبلد. أكو موقف صار حقيقة هيج مشاعرنا كعراقيين، هذا الموقف اللي هم ابنهم ميت يقولون ما نشيل ابننا إذا ما نطلع الولد السايق، سايق عدل مسايق ما بيشي، بس شوف هاي الموقف هذا اللي هو يخلي كل انسان يتذكر ماضي العراق شنو. كل احنا كعراقيين اولا نوجه شكر لعشائر الرمادي، ومحنا رحنا لهم رحنا نقرا فاتحه وقالوا هاي جيتكم هاي هي كلش كافي، وقبل لا نروح نقرا فاتحه راحوا للمركز قالوا عمي احنا ابننا ما يندفن اذا ما يطلع الزلمه ابو الجنوب ابن الجنوب وابو الديوانيه الا يطلع ونتنازل عنه، وهم الكفلوا يعني اربع اشخاص كل من يقول انا اكفله، فيعني ما يعني احنا شنحكي يعني شنو هذا طيبهم، سووا شيء ما حد مسوي. تثمين وشكر وعرفان أرادت عشائر الديوانية أن تقدمه لعشائر الرمادي على موقفهم النبيل في التسامح والعفو عن ابنهم الغير متقصد في حادثة الدهس، مؤكدين بأنها تبين الهوية والانتماء الحقيقي للعراقيين. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.